لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق. قال ابن كثير رحمه الله، يقول تعالى: هذا ومن يعظم شعائر الله، أي أوامره، فإنها من تقوى القلوب. ومن ذلك تعظيم الهدايا والبدن، كما قال الحكم عن مقسم عن ابن عباس: تعظيمها استسمانها واستحسانها. روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس: ذلك ومن يعظم شعائر الله، قال: الاستسمان والاستحسان والاستعظام، يعني يطلب أن تكون سمينة وأن تكون حسنة وعظيمة، يعني اللحم ونحو ذلك. قال أبو أمامة بن سهل: كنا نسمن الأضحية بالبرية، وكان المسلمون يسمنون. لا، النسخة دي بالبرية. ها، نسخة تانية ما عرفش. رواه البخاري. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دم عفراء أحب إلى الله من دم سوداوين. رواه أحمد وعيل وابن ماجه، والزهر ليس في سنن ابن ماجه. قالوا: والعفراء هي البيضاء بياضا ليس بناصع، فالبيضاء أفضل من غيرها، وغيرها يجزئ أيضا، لما ثبت في صحيح البخاري عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين أقرنين. وعن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى بكبش أقرن فحيل، يأكل في سواد وينظر في سواد ويمشي في سواد، يعني حوالين أو بقه أسود وعينيه حواليها سواد ورجليه سواد. رواه أهل السنن وصححه الترمذي، يقول: أي بكبش أسود في هذه الأماكن. وفي سنن ابن ماجة عن أبي رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين عظيمين سمينين أقرنين، أقرنين هم قرنين، أملحين موجوئين، قيل هما الخصيان، وقيل هما اللذان رد خصيهما ولم يقطعهما. خصية مقطوع الخصية، مردود الخصية، يعني ضربت الخصية حتى ضمرت، وذلك حتى يسمن. حديث إسناده حسن. هي دي أملحين غيران صفة في اللون، يعني أنا نسيح في الحقيقة. يقول: وكذا روى أبو داود وابن ماجة عن جابر: ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم
بكبشين أقرنين أملحين موجوعين. وعن علي رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن. نستشرف يعني ننظر ونهتم بالنظر إلى عين الأضحية والهدي وأذنها، وأن لا نضحي بمقابلة ولا مدابرة ولا شرقاء ولا خرقاء. رواه أحمد وأهل السنن وصححه الترمذي. ولهم عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضحى بأعضب القرن والأذن. قال سعيد المسيب العضب النصف فأكثر، اللي هو مكسور القرن أكثر من نصف القرن، ومقطوع الأذن أكثر من نصف الأذن. هذا هو أعضب القرن والأذن. سيأتي شرح مقابلة ومدورة. وقال بعض أهل اللغة إن كسر قرنها الأعلى فهي قصماء، فأما العضو فهو كسر الأسفل، يعني الجزء التحتاني من القرن، يعني أكثر من النصف فعلا. وأما الجزء الأعلى من القرن فلا يكاد يسلم منه معظم الكباش، يعني بيتكسر حتة صغيرة منه، فالجزء الأعلى منه لا يضر. الجزء الأسفل اللي هو حيكون زاد على النصف هو العضباء. يقول عضب الأذن قطع بعضها. وعند الشافعي أن التضحية بذلك مجزئة لكن تكره. وقال أحمد لا تجزئ الأضحية بأعضب القرن والأذن لهذا الحديث. أما الذي لم يخلق له قرن ولم يكسر بالتالي فليس داخلا في هذا الحديث. وقال مالك إن كان الدم يسيل من القرن لم يجزئ وإلا أجزأ، يعني بيجعل الفرق إن هو يكون مكسور لدرجة إن هو يوصل للعروق فيقوم ينزف دما. أما المقابلة فهي التي قطع مقدم أذنها، والمدابرة من مؤخر أذنها التي قطع مؤخر أذنها، والشرقاء هي التي قطعت أذنها طولا. قاله الشافعي والخرقاء هي التي خرقت السمة أذنها خرقا مدورا. السمة هي التعليم، بيعلمه كل واحد بيعلم البهائم بتاعته علشان يعرفها من غيرها، فأثناء تعليمها في الأذن بيبقى كي، فزود اللي بيعلمها حتى خرقت الأذن، عملت لها خرق مدور، فهي الخرقاء. المقابلة اللي هي المقابلة اللي قطع مقدم أذنها، المدابرة اللي قطع مؤخر أذنها، الشرقاء التي قطعت أذنها طولا، الخرقاء المخروقة الأذن. وعن البراء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها أو ضلعها أعرجها يعني، والكثيرة التي لا تنقي. الكثيرة يعني منكسرة الرجل لا تنقي لا مخ لها، لأنها تضعف عن الحركة مع البهائم مع الأغنام، فيؤدي ذلك إلى أن لا يكون لها نقي، يعني لا مخ لعظمها. نخاع العظم يجف من شدة الهزال، نخاع العظم أصلا فيه كمية من الدهون فما بيستعملش أصلا إلا مع الهزال الشديد. العوراء البين عوروها حديث صحيح، وهذه العمياء أشد منها، وهذا يؤثر مع أن العين غير مقصودة بالأكل،
إلا أن هذا يؤثر على كونها تستطيع تناول العشب والعلف مثل باقي الغنم فتهزل. والمريضة البين مرضها يعني شديدة المرض يعني الواضح مرضها والعرجاء والكثيرة. الحديث رواه أحمد وأهل السنن وصححه الترمذي. وهذه العيوب تنقص اللحم لضعفها وعجزها عن استكمال الرعي، لأن الشاء يسبقونها إلى المرعى، فلهذا لا تجزئ التضحية بها عند الشافعي وغيره من الأئمة كما هو ظاهر الحديث. واختلف قول الشافعي في المريضة مرضا يسيرا على قولين. ظاهر الحديث أن المرض اليسير الذي ليس بالبين يجزئ، ورواه وروى أبو داود عن عتبة بن عبد السلمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المصفرة أو المصفرة والمستأصلة والبخقاء والمشيعة والكسراء. فالمصفرة أو المصفرة الهزيلة، وقيل المستأصلة الأذن، والمستأصلة المكسورة القرن، نفس المعنى بتاع عضاء القرن والأذن، والبخقاء هي العوراء، والمشيعة هي التي لا تزال أو المشيعة لا تزال تشيع خلف الغنم ولا تتبع لضعفها، والكسراء العرجاء. فهذه العيوب كلها مانعة من الإجزاء. فإن طرأ العيب بعد تعيين الأضحية فإنه لا يضر عيبه عند الشافعي خلافا لأبي حنيفة. كلام أبو حنيفة الظاهر. يقول: وقد روى الإمام أحمد عن أبي سعيد الخدري قال: اشتريت كبشا أضحي به فعدى الذئب فأخذ الإلية أو الألية، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ضحي به. إسناده ضعيف. ولذلك هذا الحديث الذي احتج به الشافعي أقصاه أن يكون الذي فقد الألية يجوز التضحية به، ولا يدل على أن كل العيوب إذا طرأت أجزأت، إذا طرأت بعد التعيين. يقول: ولهذا جاء في الحديث أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن، أي أن تكون الهدية الهدايا يعني التي تهدى الهدي أو الأضحية سمينة حسنة ثمينة يعني كبيرة كثيرة الثمن، كما رواه الإمام أحمد وأبو داود عن عبد الله بن عمر قال: أهدى عمر نجيبا فأعطي بها 300 دينار. الناس قالوا له يعني هنديك 300 دينار، مبلغ هائل يعني ده قرب تلت الدية مثلا، الدينار 4 جرام وربع يبقوا كام دول؟ جرام ب600 دلوقتي ها؟ 600,000 يعني 4 جرام وربع 4 × 600 بتاع 5,000 قال: فأعطي بها 300 دينار. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم
فقال: يا رسول الله، إني أهديت نجيبا فأعطيت بها 300 دينار، أفأبيعها وأشتري بثمنها بدنة؟ قال: لا، انحرها هي. ناقة نجيبة يعني عالية الثمن يعني، أو نوعها جيد يعني. قال الضحاك عن ابن عباس: البدن من شعائر الله. قال محمد بن أبي موسى: الوقوف ومزدلفة والجمار والرمي والحلق والبدن من شعائر الله. قال ابن عمر: أعظم الشعائر البيت. الصحيح أن التعميم التي من ضمنها البدن، وقوله: لكم فيها منافع، أي لكم في البدن منافع من لبنها وصوفها وأوبارها وأشعارها وركوبها إلى أجل مسمى. قال ابن عباس عن ابن عباس: لكم فيها منافع إلى أجل مسمى. قال: ما لم تسمى بدنا، يعني ما لم تسمى أنها للهدي، فإذا سميت يمنع من ركوبها. الحديث الصحيح أنه يجوز الركوب. قال مجاهد في قوله: لكم فيها منافع إلى أجل مسمى: الركوب واللبن والولد، فإذا سميت بدنة أو هديا ذهب ذلك كله. وكذا قال عطاء والضحاك وقتادة وعطاء الخراساني وغيرهم: إن الأجل المسمى هو أن تسمى بدنة. وقال آخرون: بل له أن ينتفع بها وإن كانت هدية إذا احتاج إلى ذلك، كما ثبت في الصحيحين عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة، قال: اركبها. قال: إنها بدنة. قال: اركبها ويحك، في الثانية أو الثالثة. نص في الحقيقة يدل على خطأ القول الآخر. وفي رواية المسلم عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها، يعني إذا احتجت إليها لم يكن عندك غيرها. وروى شعبة عن علي أنه رأى رجلا يسوق بدنة ومعها ولدها، فقال: لا تشرب من لبنها إلا ما فضل عن ولدها، فإذا كان يوم النحر فاذبحها وولدها، ثم محلها إلى البيت العتيق، أي محل الهدي وانتهاؤه إلى البيت العتيق وهو الكعبة، كما قال تعالى: هديا بالغ الكعبة. والهدي معكوفا، أي يبلغ محلة. قال ابن جريج عن عطاء كان ابن عباس يقول: كل من طاف بالبيت فقد حل. قال الله تعالى: ثم محلها إلى البيت العتيق، يعني تذبح في الأرض الحرام، محل هذه محل الهدي حتى يبلغ الهدي محلة، حين محل زماني ومكاني يذبح من يوم النحر في الأرض الحرام، في منى ومكة ومزدلفة، في كلها الأرض الحرام حول البيت العتيق، فإنها تذبح هناك. قل قولي هذا واستغفر الله. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.